السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. شيء طبيعي، هاي بخلفات البارحة بانتظار حين العمال الوافدة تنزل أبوي ويلقطون الدنيا. قلت لكم والله تخيس البيوت بلياهم. المهم طارت أعماركم، قبل 3 أيام بيت عبد الله بن عبد الحميد القبيسي مسوين صحن شي كبر هذا ب3 مرات، مسوين العيوش والحوم والسمكان والدياي ومن ما لذة وطاب، وشيء صحين هالكبير تشيش أكبر عن الجف، فيه مثل الفتة، مثل الفتة فيها روب وفيها رمان، رمان وفيها ثوم وفيها خبز، لا هو خبز وقافي ولا هو خبز رقاق، ما عرفت له والله شو. المهم كان ما يقارب لقمة واحدة الكبير، والباقي كله ما أكل، وأنا جيت متأخر. المهم طالت أعماركم أن يوم جيت بطعم طعمت الكبير، طعمتها الكبير ولن لذيذ الى ابعد ما يعني تتوقعون. يوم اصد من ناكي افر ويهي ولن يحيى ابوي تغف هايش القطعه شد نشوهم. انا جاي متاخر، انا هاك اليوم جاي متاخر ونشوهم. طالت اعماركم عن الاكل وتم الاكل، تم بيولي والعمال وهذا درت انا وياهم. المهم حتى تم العيال، المهم خلصوا من السحور وتام الصحين هذا مثل ما قلت لكم. جلست وياهم صديت، ولان هاك القطيع هيك اللي عايبتني صرت اجيب لي كتيف صغيروني هناك حطيته في الصحن. يوم جيت ولان القطعه هاي اللي عايبتني ما بتامه، روح بعد هاك ما اقول كله، وهاي القطيع ما حد. يوم صديت ولان يحيى المثاني ولان غارفنها في الصحن هناك. واسير لكم وترشاه شو اسمه يحيى الله فيه يحيى. الحين هالكولات عندك كل هالدنيا والدين، ودرت هالأكل الطيب كله، هذا خبز خبز وعليه روب وثوم، شو تبقى؟ المهم يوم شاف متعلق قلت بيعورك بطنك. المهم نشوع وخدت أنا خدت 2 وخليت له أشوع يعني يعورني بطني. المهم حب الله هو بيعور بطنه، أنا بنضله هو أنا بيعورني بطني بيتم في خاطر بيقول أثره شو هاللي ودر هالشحوم هالحوم وبياخذ عني عسب يعطيني هاي يرخص بالشحوم الحوم ويبقى هذا خبز وروب من كثر ما هو يزلي وعايبني. المهم طالت أعماركم يوم ضويت الباح من العين وأنا في الدرب طرع علي صوت أم محمد، قلت له المكونات هالكيت والله سوته بنفس الطريقة، لكن ما رمت أيل فص ثوم حطت واحد، لكن شبدين جلبت ما أدري شو الفرق بين اللي نحن خادمينهم. أنا ذويق راعي، أنا فود تيستر يعني فود تيستر من متذوقين الطعام اللي حلل لك الطبخة شو فيها من البهارات، شو فيها من النكهات، شو فيها من الطباخ، شو فيها متى انطبخت، هل هي بايتة، هل هي بحايفة، هل هي في بأي شيء فيها أقدر أحلل لك الطبخة 100%. هالعيش مودن، العيش منقع، العيش كم ساعة منقع، ها كله أنا فهمه. أنا قلت لكم من السويت باهس ما من هاللوادم العاديين، إنسان غير نمونة. أنا أقوله بس الله يخليني حكم، استغفر الله أسوي هذا السؤال. إنزين المهم فما أدري. المهم يوم سويت كلت خاشوقة واحدة لو خاشوقتين ما رمت، حسيت شبدين جلبت ثوم عيال تقول لي حطيت له فص واحد لكن ما يازلي، مش قضية ما زين نفس حسيت إن شبدين جلبت منه. المهم قلت له ما با، وشربت لي قلاص لبن ووحدة بكرة وتسحرت وحطيت راسي وقلبه ما صرت متين. الساعة 1:30 والقبيسات يسحرون الساعة 12:30 وأنا عيب لي سحورهم ويلسوا العيال ويا الكبار والصغار. المهم ما الله كتب لي نصيبة سير لهم. جيت والله هاي سالفتي البارحية هي. أما اليوم طالت أعماركم فإن شاء الله على الساعة 11:30 بحرك من البيت، والوجهة بتكون جدة سوق أبوظبي، سوق الذهب، مركز الذهب في سوق أبوظبي عند سالم الشعيبي. تربي العرب شو جديدهم، شو أوفراتهم لجل العيد، شو عندهم، شو الصيغ الجديدة، شو الدقات الجديدة اللي عندهم من عقود كبيرة وصغيرة بمناسبة هالأيام الفضيلة، وشو عندهم
من الأوفرات وشو عندهم التخفيضات، شو عندهم من العروض اللي هي تناسب العرب. تحيدون أنا يوم يستوي شيء جديد عندكم سالم شعيبي يذكروني نسبة لأنه حسب العرب تشوف شو اللي شو اللي عندهم شو ما عندهم. هم عليهم قصور ما شاء الله في السوشيال ميديا، حسابهم جميل وفنان ومميز، لكن زيادة الخير خير. الله يحفظهم إن شاء الله ويحفظكم أنتم قبل شيء وبعده. يدمتكم أبو واحد من هالبناينة هذا حق البيت، أنا ما أظهر به ترى خاري، أنا زي هذا أبوي ما أظهر بخاري، وهذا في البيت يعني أنا أحب ألبس شيء يلحف ينبي، ما أحب ألبس شيء يعني لازم ينبي لالي بين العرب في البيت. هذا البيت فيه شوفات، فيه فيه بنيات وفيه حريم عيال وفيه ما يستوي إنك أنت بعد تجلس هالنمونة بهالطريقة يعني مش مبساتر ينبك. المهم بارت أعماركم حفيظ البارحة أب حفيظ شان بي قلنا له يسوي ترقيد هوائي للبرتقالة هذه، أظني ابتدأ على كم سوى الله أعلم به ترقيد هوائي سوى. ما شاء الله عليك يا حفيظ. هي هي حيوان شو اسمه شان بي 2 3 4 5 6 ويمكن سوى 10 يمكن سوى 10 إيه زي زينات إيه بعد عشان بي والأجر على الله يا ابنها طيات. هي والله طيات يا ابن لازم بيلعب ساماني الحين. هي سوينا لسبب نحن بس فتش لراسة عاد الحين بيلعب بالدنيا لعبة خسرنشي خسرنشي الطريقة ما تخيلونها هالشامبي وعياز لأن دامي أنا مركوز معالي راسه ولا هو عياز لبنها لبنها بريح ولا بنها حتى انا قلت له بعد يسوي ترقيد هوائي طالت اعماركم هاي السنطره. السنطره هاي برتقاله، برتقاله من النوع اللي على كبر التيله لكنها لذيذه الى ابعد الحدود فوق ما تتخيلون لذيذه. عاد هو حين سوى الشيء البسيط ما بسوى شيء بس قال له انا سوى ركينات صغار الحين قطع هذه بياكل ثلثين قوته فقيره بياكل. لكن انا قلت له هاي اللم الرئيسيه هذه الرئيسيه خلها، لكن مفروض الحين هو سوى هذه يسوي بعد هني وحده، وهذه ها سواها يسوي بعد هني وحده، وهاي الحر هذا فنها وهذا هني بعد يسوي وحده. هذا المفروض هذا برتقال ها شوفوا، لكن طعمها شرات الهنبة لذيذ حلوة بطريقة ما تتخيلونها. هذه ما بحامض اللومية، هذه لا هاي غير نمونة لها اسم هبشرات. هذا أكيد بعد طولاني الحامض حلو، لا هذه الشكر دبس. سبحان الله شوف التفاح المائي كيف. حتى أمس يوم سرنا في زنجبار مكود مزروع من المستحدث هذا من اللي ميوب لهم جريب يعني شيء مزهر وشيء عاقد مفصل ما شاء الله يثمر بغزارة شيء عدلونين شيء ثلاثة ألوان أبيض ووردي وحمر تفاح تايلندي. شامبي شو تسوون؟ خلاص ولا؟ لا انا يجي واحد دقيقه. اي برتقال الموردي اللي خبرتكم عنه عندي هنتين هناك، وحده هاي اللي سوت توت تطعيم ترقيد هوائي، وهذه ثاني تو بادي اظني بيس يبتدي فيها اظني البلوشي مال اللي بيقص النخل، فاتوقع انه زقره ودر الشغل هذا اللي خبرته عنه. هي بيتفازعون بعد شيء بفقير حليله فقير هاك من سنين نعرفه من سنين من أول ما تحولنا محمد بن زايد أكثر 15 سنة يوم الضيج به الدنيا يهني عندهم عند العمال تم يسولف وياهم ربيع قوم شان بيه. هو شو ما شاء الله الزرع كلها بخير وسهالة مرة ما عليها باس، لأن الغسيل بين فترة والثانية لازم الغسيل وبرشر، لازم تغسل وبرشر، برشر قوي شوي يكون
مكان الازهار مكان الشير اللي فيه تزهير ما تشق البرشر قوي لو من بعيد مثلا هني ها الزمة هاي اللي فيها كلها ورد ها ما خلي الغسيل هني ها خلي يصير هناك طرف هذا اذا المكان اللي فيه خلال شويه خلال هنبه ما عي ما شيء مشكله ما علي باس ما علي باس لكن المكان اللي فيه تزهير ما خلي بخ بالقو وايد ضروري غسيل الاشجار وايد ضروري على الاقل كل 10 ايام كل اسبوعين كل اسبوع على حسب وفره الماء عند في المكان اللي انتم فيه والماء يكون بيذر الماء يكون بيذر ما يكون ماء خريج لما الخريج انت تحرج الشير تبرج ما الخريج لان كلها ملاح في خرج حرج الشير لازم ما يكون نظيف ما بيذر يكون تشوفون هاي برتقاله برتقال بوسره لكن ليتكم تروحون ريحه الزهره زهره برتقال بوسره ما شاء الله من عند باب الفله تلاجيك قويه الى ابعد الحدود اقوى حتى عند زهره الليمون تزهير اللومي حلو حلوه ريحته حلوه ريحه الورده مالته لكن مالت برتقال بوسره اقوى نفاثه يعني واصل لين عند الباب المنطقه هاي كلها تفوتخ حينه ريحه زهره البرتقال بالذات اظني برتقاله البوسره هذا النوع مصري وفنانه ريحته قويه الى ابعد الحدود سبحانك يا رب اللي عنده ام تتمشى ولا شيء في باها تتمشى في حوي يجيب عدال قورته اغلى ما عندك امك وابوك يعني اللي تحس انك تبت يروح ريحته طيبه ودى جداها على غفله خلي يروح شيء الخنين الزين ما بلا زاهبين ما عندكم شيء اقصاد ولا شيء تاخر القصد تصيروا تغثونهن الله الله بيزخون شرطان بيعممون علي الله الله فيوتي عاد متدخله كم من ربيه ويوها عاد الشليبه كان احنا اولاد ولا بنات اللم واللبو يعطونهم ما يشلون عنهم بالذات بالاخص الريال عاد من يصير يتوظف ويتعين ما يلس بعده لين هذا ملك اللي ياخذ مصروفه من عند هله الحين هم يشتغلون وظايف وعلم وخبر وبعدهم يغرفون من عند الامهات والابهات مفروض انك انت ما تاخذ من عند والديك خلاص اكتفاء ذاتي عندك لا مفروض انت تعطيهم ما بهم يعطونك هي والله مستعيب حب منهم ريايل بالحاهم والله منك صر ما ناخذ من عند هاليتنا لا تاخذ من عند هاليك ليش ولا شيء انت الحين ما بنك متوهج عاده ذميمه عاده مش حميده ابدا تعبوا علينا وهم ونحن صغار بعد يتعبون ونحن كبار متى بيرتاحون هالواد متى بيرتاحون يقولون الوالدين شجي ما عليه والدين شجي ما شيء مشكله هذا الحب اللي يحبون اياه نحن ما نجلس نستغله بطريقه خاطئه لا نستغله بالشكر اول لله سبحانه وتعالى ومن ان نحن نحافظ على مشاعرهم ونديبهم منهم هم ما يفرحون يوم يشوفونا نحن مديونين ما نخبرهم بظروفنا الخاصه ظروفنا الخاصة اللي بيننا وبين حريمنا بيننا وبين عيالنا بيننا نخبرهم بالشيء الإيجابي الشيء الزين ما تروم تغث أنت أمك وأبوك وهم في هالسن تعيشهم في طوفان وفي في في عهرة كل ما يستوي عندك شيء خبرت أمك وأبوك لا ما يستوي وأنت كل ما سوى شيء ربعتي تخبرين الأم والأبو لا عندك خبر حلو خبري طري عندك خبر شين خليه لعمرك ترى يوم انت بالصافي والري المصافية ويا العيال ترى بخير وسهل ما يبتينهم خبر الصفاء يبتينهم خبر الديون والمشاكل والمصايب لا والله لا والله اللي هنمونه يستاثم اثم علينا نحن ان نحن نزعجهم الاخبار الشينه اثم ما شيء كبره تعبوا علينا وشقوا علينا وكبرنا وغدينا ريايل كل واحد لحيته لينسر شو هاللعبه عاد لا والله ألزم ما عليهم راحتهم واستغرارهم تعبوا وشطوا عمارهم وتكسروا وتيبروا طول هالسنين كلها حين ينبغى نحن ما نزعجهم بالأخبار الشينة عندنا أخبار طيبة نخبرهم عندنا أخبار سعيدة نخبرهم عنها أما أخبار تلوع الكبد جان ديون ولا عليك شيء ولا عليك مشكلة محكمة ولا مطلوب دين ولا ما تجلس أنت تتشكى لهم خلاص عندك أنت كلك اللي أنت فيها هذه بتحت يديك أنت روحك انت سويتها انت حلها
امك وابوك هايل ما بلازم تتقثهم في هالاخبار سيئه، والله انها مصيبه ما شيء كبرها. كم انا اسمع وكم بتيني الاخبار وكم بتيني من العلوم وكم نعيش من هالاوضاع نحن وغيرنا. فهذا الكلام انا ما خص بحد معين، لكن اللي عنده مشاكل خاصه يخليها لعمره ويخص فيها نفسه ويقضي ويمضي وهو ساكت، لا يبلي هله امه وابوه بمشاكله الخاصه، ولا تبلي اخوانك بمشاكلك الخاصه. اخوانك عندهم مشاكلهم روحهم، وعندهم امورهم روحهم، وعندهم حياتهم روحهم. لا تجلس تغثهم في مواضيع الله مغننهم عنها، لا والله يسدهم اللي اياهم، يسدهم شقاهم، يسدهم تعبهم روحهم. لا تجلس الحين تكدر صفاهم. وصلت الرساله ظني. وكل يوم هي لبيس، كل يوم هي الدنيا علمتني، وعايش في الدنيا وشايف امور كثيره، فلذلك دوم تلقطوني ارمس رمسات معلوم انها في الصميم، لكن بدون مناسبه هايتي، لان المعلومات اللي عندي والاخبار اللي عندي انا عايشنها وشايفنها طول حياتي هالطويله اللي طافت. فاعطيكم مختصر منها، انا مختصر. كم اللي نطوا من الامهات وماتوا، وكم اللي نطوا من الابهات وماتوا، والسبه العثرات اللي طاحت فيهم طاحوا العيال فيها، ما تقصه من المشاكل اللي على ولده. ما حد يحب يشوف ولده ولا بنته تعيسه ولا الولد تعيس من ديون ومن مشاكل ومن مصايب، ما حد. فلذاك اللي عنده شيء ومن تحت يديه يوده لنفسه، لا يغث اهله ولا يغث امه وابوه. الامهات الابهات نطوا وماتوا، والسب شو السب هالكلام والمشاكل الخاصه اللي فينا نحن نخبر بها الابهات والامهات. جدا سالم الشعيبي للمجوهرات، سالم الشعيبي بين فتره والثانيه تلقطون عنده وفرات، تلقطون عنده تخفيضات، تلقطون عنده بفيجات جميل وفنان على جميع المناسبات. تخيلوا لو هو سالم الشعيبي على كل ويكند سوى لكم مناسبه. سالم الشعيبي يسوي هالشيء مش من كثره رخص الذهب ولا الالماس، ترى هاي الفعاليات اللي يسويها هو هذه فقط للتفاعل مع الناس، لان ولد الدار وراعي الدار ومن هالدار فيحب هالبلاد هذه. فلذلك لازم يكون له تفاعل مع الناس. ناس تتفاعل في الخميس والجمعة، ناس تتفاعل في الويكند، تتفاعل في وقت ظهور المعاشات، في رمضان، نص من شعبان، هذه كلها مناسبات ولها فعاليات ولها مناسبات. الواحد يقدر ينزل باسمها تخفيضات، يقدر ينزل فيه باسمها اوفرات، يقدر يسوي باسمها وايد هالاشياء. فلذلك انا دوم ويا الشعيبي حتى من قبل ما يستوي السناب، انا ويا قوم سالم الشعيبي طالت اعماركم من الثمانينات، منذ النشأة، من اول ما تأسس محلات الشعيبي، يوم هم اخوان مع بعض. فما بالك الحين كل واحد ظهر روحه وكل حد سواله سنده وبنده وعلومه روحه. فلذلك انا عشقت ترتيب سالم الشعيبي من حبه لشغله وطريقة حرفنته في الموروث أجداده. هاي الشغلة مالتكم سالم الشعيبي صياغة الذهب ما بماخذينها زندي البارح واليوم، هاي مخلفة عليهم يد من وراء يد، يدودهم كلها. فلذلك مستحيل تلقط أي أسرة عندنا، بالخص في بوظبي، بوظبي ومحاش حوشة من السلع لين آخر مكان فيها، كل بيت يوجد فيه قطع. فما شيء بيت ما توجد عنده صيغة وصيغتين وثلاث، شيء من الصيغ عند نحن في بيتي أنا روحي عندي صيغ من السبعينات والثمانينات، صيغ مال حياة مايا ومال أول ما عرست، ولا يوجد بيت أصلا ما أخذوا صوغهم من عند سالم الشعيبي. فهذا شيء وايد جميل أنك أنت تقتني قطعة من القطع الفريدة، قطع سالم الشعيبي. لو تتقلد ولو تتسوى ولو وايدين سووا شراته ما يرومون على سالم الشعيبي. سالم الشعيبي شغله لو شويه اقوى وفي السعر شويه في قرصه، لكن تاكدوا انه اقوى واحسن من جوده الذهب، صياغته، طريقه تركيب فصوصه وعلمه وخبره. سالم الشعيبي دوم يسوي باكجات من مع يتعاملون مع التخفيضات اللي خاصة في البلاد، من فزعة ومن الأشياء اللي يروحكم تعرفونها، اللي تتبع الجيش واللي تتبع، يعني المهم تفهمين شو اللي أقصده، ما تحضرني مسميات.
لكن هذا كله شيء لصالح الناس ولصالح هالبلاد وحتى اللي ساكنين ساكنين واللي جايين من الشرق والغرب. انتم تخيلوا في ناس يجون من اخر الدنيا من اخر الدنيا من جميع دول مجلس التعاون مخصوص يذهبون ياخذون ذهبهم من عند سالم الشعيبي. فلذلك تم في قطر في الاونه الاخيره معرض الذهب والمجوهرات من اكبر المواقع اللي اخذها في مركز المعرض اللي هو عسجد اللي هو المجوهرات هو سالم الشعيبي. يعني خذ ثلثين المعرض ولقى رواج ولقى ما شاء الله اجتهاد ولقى مبيعات حصل مبالغ كبيرة. أولا لأن أسعاره في المعقول وثانيا أن شغله مرتب. هذا طالة عماركم اللي على يمينكم واللي قدام هذا الأول يسمونه هذا اللي على اليمين فريج المناصير. هاي فريج المناصير وهذا فريج يسمونه الروضة. وهذا هني كان الأول بيت حياة عبد العزيز المبارك كان الأول يسمونه قاضي القضاء في أبو ظبي أو يسمونه الشرع الأول قبل ما يطيح مسمى قاضي القضاء شيء يسمونه الشرع. واحد في كذا شرع الأول أبو ظبي قبل عبد العزيز المبارك كان واحد من البنخدية يسمون الشرع نسيت والله شو ما يحضرني اسمه بالضبط لكن واحد من البنخدية 100% هالمعلومة لكن ما يحضرني المسمى حياة خلف بن أحمد والأحمد وخلف والله ما يحضرني. المهم فهاي الفرجان الأولية في أبو ظبي وهذا يوم يقول لك المستشفى المركزي هذا المستشفى المركزي هذا اللي على يميننا المستشفى المركزي الأولي في أبو ظبي وعقبه استوى مستشفى الجزيرة على اليمين. ومشاهد يوم يقولك وين ساكنين في الزعاب وين زعاب مشاهد المستشفى المركزي هذه زعاب وهذه المستشفى المركزي. وهل مدخل طالة عماركم شوفوا الحين براويكم المدخل هذا من عقب هذا شو الوحدات الخارجية هذا سيدة تلقطون فله هني على اليمين فله هني وين مولود الشيخ عبد الله بن زايد في هالفله. كانوا الشيوخ الأول ساكنين في مبت المنهل ساكنين طالة عماركم في قصر الخالدية والناس فرحت يوم طاح الشيخ عبد الله بن زايد يربعون العالم يتربعون منو بيبشر الشيوخ انه طاح مولود ذكر والناس الأول تفرح وبشارة اللي بيبشر زايد بالولد حق الأيام ما حد يقدر يعرف ويخمن انه فلانة فيها ولد ولا فيها بنت ما يعرفون إلا وقت الولادة توقعات هي نعم يقولون الوقفة الحرمة ولا مشيته وهذا اللي فيها بنت ولا ولد لكن هاك الأيام ما حد يقدر يعرف. المهم نزلت الأخبار كلها أنها ربت شيخة فاطمة ويابت ولد والولد ولد بخير وسهالة. ركضت عاد الوادم كل اللي موجودين بما فيهم حياة سعيد بن بخيت الكتبي أول من بشر الشيوخ هو في كانوا في قصر الخالدية أن الشيخة فاطمة ربت ويابت ولد والولد بصحة زينة في المستشفى. هذا الفلة أتوقع لين اليوم باجي قرب المستشفى في نص المستشفى فلة صغيرونة عبارة عن ثلاث غرف وجدامهم ليوان وبارك العود وين قسم الحوادث الأول. هذا وين مستوي الشيخ عبد الله بن زايد هالمعلومة ما أتوقع حد يقدر يحفظها ولا يعرفها. أنا كنت ياهل كانت حياة مايا داخل عند الشيخة فاطمة ولذلك هذا المعلومة نحن يهال نبى نربع نصير نبشر الشيوخ لكن أبوي اللي عندهم سيائير بشروا الشيوخ قبلنا ونحن اللي وصلنا أبوي شد ثوروا بالسلاح وفرحة الوادم وعقرة والناس يعني عمت الفرحة في أبو ظبي يوم أن الشيخ زايد جاينا ولد. فما لحقنا لا لحقنا على البشارة ولا لحقنا نسلم على الشيوخ ولا نبشرهم الصغار ما لحقنا لكن اللي عندهم سيائير بشروا الشيوخ قبل الناس كلها. نحن يا العيال الصغار اللي ربعنا نبنسير نبلغ الشيخ أو نبشر الشيخ بالمولود. وهذه مدينة زايد زين هذه مدينة زايد وهذه بارهوز هذه من أقدم المناطق اللي كانت في أبو ظبي وهذه يسمونها دائرة هذه دائرة المياه طالة عماركم. هني كانت وكالة تسمونه البيوك
وكالت البيوك الكدلك والبيوك الدنيا كلها قدام بناية حياة عمير بن يوسف. وكان وقت جميل، كان وقت جميل، كان وقت جميل. سبحان الله، لا إله إلا الله. وهاي لعيكم اليمين حين من أوائل المعاشر في كنتي أبو ظبي. هاي المعشرة يسمونها معشرة مدينة زايد أبو ظبي، فيها مدينة زايد طالت عماركم فيها معاشر هنتين كبار. هذه وحدة، هذه وحدة اللي على اليمين ووحدة منك على اليسار، وحدة على اليسار وحدة على اليمين. هذه تدفن فيها حد من الشيوخ الأوليين، منو ما إبراهيم أتذكره، لكن دفن حد فيها من الشيوخ، حد من الشيوخ الأوليين الكبار حد اندفن فيها، لكن ما إبراهيم أتذكره منو اللي في مدينة زايد. حد عندي يقين 100%. وعدال شيء فندق يسمونه فندق بعلبك طرف هذا، وشيء حرمه هني الأول يسمونها سعيدة، سعيدة من هالسقطرة تفتش الفال خطف بيوت كلها. الفال يسمون الودع، شيء بعوا وكم حبة قهوة وما أدري شو تيجي فتش الفال، ما أدري بيك ضيف وما أدري شو، حطوا الفال حطوا 10 ربيات فيه، تحوط عندك بيسيات وعند الرميثيات وعند الهلب الفريج كلهم. الأول الناس قل عرف فيها ما يعرفون، والناس الأول ما اختنها بتسلية يعني، بيكم ضيف وبيكم ما أدري منو بيكم يعني من هالقبيل، بيكم حد يخاطب من هالأمور كلها. المهم هاي من الأشياء الجميلة اللي حين طلت علي وأنا أسوق والله. لا إعداد ولا أخراج، حسب شيء تلقطون ضربة شرق وضربة غرب، كانت عادة خذوا خلوا المسلم الله. وأقولكم كل مناسبة عنده. تقدم مؤسسة سالم الشعيب للمجوهرات، خصومات تصل لغاية 25% على مصنعية الذهب، إلى جانب خصومات قوية وتحمل ضريبة تحمل ضريبة القيمة المضافة على الألماس من تاريخ 7 رمضان ولغاية نهاية الشهر الفضيل، وذلك في جميع أفرعها أبوظبي، العين، دبي، الشارجة، بنياس، مدينة الظفرة. المهم طلعت عماركم، أنا دخل داخل تفيزرت على هالكرسي، من عقب ما تفيزرت يعني الأخ هذا الحبيب محمد الإنسان قال لي يا أبو محمد أنا راقد البارحة، تدرو الساعة كم يرقد؟ بحياتي ما شفت حد يرقد الساعة 11 في رمضان. ما تصوم أنت؟ مش عارف ليش دخل الصيام بعد التراويح ولا قبل التراويح؟ إيش تراني بك؟ ترقد أي من المغرب؟ والله ما أقدر أبقى. أي والله ما عليه. إنزين عنيزان علومك؟ يا مرحبا وسهلا. طالع شنتين؟ وصلك العلم يا أبو محمد؟ هي نعم. شو عندنا إحنا؟ العلم طال عمرك خصومات على الذهب والألماس في كل أفرعها. نعم. بمناسبة شهر رمضان المبارك. زين. الخصومات تصل لغاية 25% على مصنعية الذهب. وتحمل الضريبة على الألماس. زين. هل أنتوا زحبتوا شيء حق عيد يوم الأم؟ يوم الأم. يوم الأم. طبعاً. يعني يوم الأم وجاء في الشهر الفضيل يعني إيه. الهدية إن شاء الله أنها تكون مدللة الحين إيه. أنت تشوف أبو محمد اخترنا مجموعة إيه. خاصة الحين أنت تشوفها خفايف رمضان إيه. مناسبات وطلعات وزيارات الوالدة والأخت والبنت وين هذا شاء الله نبقى أول شيء نصور الخفيف أبشر نصور الخفيف وبعدين ندخل على الثقيل بإذن الله شو رأيك يعني طارت عمرك قبل ما أصور لكم الخفايف اللي يقول عنهن لفت انتباهي الصوغ اللي مداخلنا القماش هاي من الأشياء الجميلة معلوم أشياء قديمة إلى أبعد الحدود لكنها وايد جميلة تذكرني في العرب الأوليين الناس الزينين الفنانين كانت الأول ما شيء بيت ما فيه قطع وقطعتين الأول يسمونه صوغ باكستان كلها هل بضبي الأول يبونه هالعقود هايير يبونها من باكستان يقولون عليه يحطون عليه قماش البحرين يعني كل الأول شغل باكستان وحين ما شاء الله عليك سالم الشعيبي يا بكل عدنا نحن تم إعادة صياغة وترتيب وتنظيف وتركيب من يد ويدين جودة الذهب وصياغة صياغة بوظبي ودقات هالبوظبي يعني كل شيء مميز سواه سالم الشعيبي عنده روحه في المصانع الخاصة فيه هذا ما شيء فيهن شيء عادي هذا كله شغلهم روحهم من ابتدأ وإليه يعود من السبعينات والثمانينات لين يومكم هذا فلفت انتباهي برغم أنه ما يبون هالتصوير عين لكن ما هان علي أني أنا أخطف على عبق الماضي الجميل
وودره ما روم ما روم تلحقني عقوبة تلحقني عقوبة تلحقني عقوبة والله ما روم ما روم والله يا جماعة الخير إني خطف عدال هالأشياء الجميلة وما أصورها وبالأخص هذا الله يا سلام. المجموعة اللي بصوركم إياها إطالة أعماركم أسعارها تتراوح من 17 لين تقريبا 32-33 هذه للاستعمال اليومي أشياء خفيفة وبسيطة فيها روز وفيها شغل وفيها أحجار وفيها دقات جديدة الأشياء اللي تشوفونها كلها توها مظهورة هاي مظهرينها من داخل ما أظهروها من الأولية المعروضات لا هاي من داخل مظهورات شوف الطبلة هاي شوف الله عليكم يوم أقول لكم مصنعية قوم سالم الشعيبي متعوب عليها شلجلة لأنها كلها صب صب وطريقة الفينيشنج مالها مستحيل تلقط أي حد يروم يتقن الفينيشنج مال قوم سالم الشعيبي ما من اليوم من خلقهم هالنمونة سالم الشعيبي أبو حمدان من الناس اللي عشق عمله وحب شغله فيوم حب شغله أتقن وسوى شيء ما حد يروم لأن ما حد يروم يدخل في خاطر الإنسان ويطبق نفس الأفكار اللي عنده إلا هو نفسه فلذلك لو يسوون كوبي بيس منها أو يسوون يحاولون يقلدون ما حد يروم ما حد يروم لأن هاي أشياء مرسومة في وجدان وفي مخ روحه فما حد يروم ينفذها إلا هو باهس ما شاء الله عليه عيني عليه بارد أبو حمدان لكنه بهاس تياية لمصلحة العالم الله 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 شو ما زينها صياغة فنانة وأحجار فنانة وترتيب غاوي شيء بفصوص وشيء شيء بأحجار وشيء سادة وشيء بالألوان ملونة يعني وايد الأشياء اللي عندهم الحاضر منكم يعلم الغايب هاي كلها أسعارها بين 20 تقريبا والثنين وثلاثين وثلاث ثلاثين ذهب ريج خدمة فنانة مميزة فلذاك أنا دوم أقولكم اللي يميزكم سالم الشعيبي حلو يردونهم مكانها لأن ما لهم مكان من كثر الأشياء اللي حاطينها للعرض فمثل ما خبرتكم هاي الأشياء الخفايف ما بالأشياء التجيلة هذه كلها أشياء خفيفة الاستعمال اليومي ما في شيء منهن صيغ كبيرة يعني هاي حتى هاي ما يلزم يحطهم في الصندوق التجوري هاي تمن خاري على الكومودينة والسب الشو لأنها أشياء بسيطة خفيفة للاستعمال اليومي هاي واحدة بعد ثانية طبلة شو عايزين ترو معاد تختار انت على هواك طبلات الحين كثروا من الواحد شيء وايد حلوة الحين عندهم وايد كلها لأشياء جديدة كلها لأشياء طالت أماكن جديدة توها طايح أسعارها في متناول الجميع هاي اللي هنا ذهب من الطرف هذا كله ذهب ويا أحجار كريمة وايد العرب اللي تخدم وايد الصاغة وايد المعارض وايد الناس اللي تدعي المعرفة لكن الهبة انتم مثل ما تعرفون في الذهب الأبيض الناس وايد خدمتها الحين لكن خدمة قوم سالم أتحدى فيها وجاكر أكبر الصاغة أكبر الصاغة أنا جاكرهم فيها هاي المرتعش الذهب أبيض خالص هذه ثاني بعد أصغر عنها شيء مرتعشات سمعوا مسمياتها مرتعشات مرتعش العادية مرتعش الثاني يسموها بندر حصيرو بندر حصيرو طالت عماركم من المنحر شبر وأربع أصابع هاي يسمونها بندر حصيرو دون فوق السر ومن المنحر هناك تقريبا شبر وأربع يعني حول الذراع هاي يسمونها بندر حصيرو بندر حصيرو منو يقدر يلبس هاك الأيام بندر حصيرو ما حد قوي إلا اللي يقول أنا وأنا فالمسمى الرئيسي الأولي من أسامي المرتعشات بندر حصيرو هذه من أندر المرتعشات وأجملهن وأنقهن اسمها بندر حصيرو فهذا مقاسها بندر حصيرو وهاي المرتعشة العادية أما هذا طالت عماركم ستمي الزقادي وهذه على ما تشوفونها هذا ستمي بعد ذهب أبيض جميل أنيق أنيق هذه طالت عماركم روحها عاد حالياً
هاي أسطورة من أساطير الذهب الأبيض. لكن هذه اجتهاد سالم الشعيبي، أنا بخبركم من وين يابت. هذه نقلس، هذه نقلس اللي منكم لحق على الذهب الأولي، هذه هذه نقلس الأولي. حياة عمتي موضي رحمة الله عليك يا بنت عبد الله، حياة عمتي موضي الأول عندها واحد شرات هذا. هي نعم، وهذا طالت عماكم سووا على تكاليفه هذا، لكن هذا على ذهب أبيض وأحجار. وهذا النقلس الأولي، الذهب الأولي، دقة الأولي أمهات المينة. مينة شو ما زينة، ما زينة، ما زينة، الحمد لله عليك ما بتعب الله. المهم هذا من الأشياء اللي دي، وهاي مرية طالت عماركم بعد مسناك بعد ذهب أبيض بالأحجار والدنيا مطرجة. شو بقولكم، أما هذه عجبة من عجائب الدنيا السبع، نفس هاي خطة، لكن هذه هاي الأولية وهاي الحديثة. أنا في روحي الحين في خاطري أقول روحي، قلت لهم ظهروا لي إياها، أنا مصورينها قبل شهرين تقريبا، قلت لهم طالعوها بتقطونها وظهروها. يوم شفت هاي ذكرتها قالوا معقول، قلت هي معقول ونص. فكرة هذه المرية ميوبة، نقلس هذا ميوب من نقلس الأولي. الفتخ وما أدراك ما الفتخ، عمار يا هدار، عمار يا هدار، هذا اللي تشوفونه، اللي تشوفونه الفتخ، يقولون عنه الفتخ شيء ذهب وشيء ويا أحجار. هذه لهن الفتخ الأول ما يلبسونهن إلا الحريم الكبار، الحينة حتى البنات الصغار يرمون يلبسونهن. هاي الفتخ تلبس في في البهام، بهام الريل، هذا من استوة الدنيا، من استوة الدنيا وخلجت الدنيا، هذا من موروث يلبس إنه الأول الحرمات الأوليات. وهذا روحه، هذا اللي فوق هذا الحلقة هذه روحه يوم بتمشي الحرمان ما يغدي شرات الخلخال شوية حس يوم بتازم روحه ولا شياته رية تصبيعاته رويلاته ظهر صوت شوي من الحلقتين هالي فوق شيء بهن وشيء بلياهن. لكن أكثريهن لازم يكون في الحلقة هالي من فوق. طلع لي قطع واحدة من هاي لو سمحت. طالت عماركم ناس يقولون هذا بطر، لا هذا مش بطر، هذا من الموروث، هذا من الموروث ان لبس الفتخ في الريول، هذا ما من كثره، لا هذا هاي تكمله، تكمله زينه الحرمه، تكملته زينه الحرمه بالفتخ، تكملته زينه الحرمه الحيول والفتخ والشواهد. فالفتخ طالت عماركم من زينه المراه الاماراتيه، من زينتها الرسميه يعني، كلهن امهاتنا ويداتنا وعماتنا كلهن يلبسن فتخ. ما حد ابوي انا عارفه من طوايفنا ولا طوايف الناس اللي انا اسير وي عليهم وهو ما يستعمل الفتخ. جميلات الى ابعد الحدود، اتوقع في الخليج حد يستعملهم والله ما يستعمل ما ادري، لكن الخبر اليقين 100% في الامارات كلها، باجي الخليج انا ما ادري ما اعرف ولا عندي خبر، لكن انا اتكلم عن بلادي واللي شفته يلبسن الاوليات. القسم هذا طلعت عماركم هاي كلهن مرامي وشواهد وحيس وختم، أشكال وأنواع، شيء بفصوص وشيء بلي فصوص وشيء حتى حيول، حيول أمهات بنكة يسمون حيل بو بنكة. كل الأشياء القديمة والحديثة كلها توجد عندك أنت يا سالم الشعيبي. هاي أشياء جميلة وكلها أشياء خفيفة، هذه هذه تروم ترى مش غلط، مش غلط انت حينه فاضل معاش تاخذ هديه للوالده. انت ما قلنا لك الحين خذها بعيد اللم، هذا يوم اللم يسمونه يوم اللم، الناس تفرح، اللم بتفرح، الاخت بتفرح، هذا ابو بنكه، ابو بنكه، ابو بنكه، هذا هو ابو بنكه، سمعتوا ابو بنكه، شيء ساده وشيء بخصوص. جميل هذا حيل ابو بنكه من صيغ الاوليات الجميله. سبعة بناجر في يد المزيون، سبعة بناجر في يد المزيون، توض حي العيد شاريها، البنجري والبنجري والبنجري، هذا البناجر هذا عادة عندك حينه، هاي كلهن يطلق عليهن اسم بنجري، بناجر، حيول، شيء الحيول العاديات وشيء هاي العادة، شيء حب الهيل، شيء مليون مسمى
مليون ما تقدر انت حين تحط مسمى وتنسى الباجيات، لانهن كلهن جميلات وكلهن شيء من الاوليات، شيء حتى الذهب الابيض سووه حب عيب الشوش، شيء بالشوش وشيء وايدات المسميات ما تحضرني حاليا، لكن هاي اسامي هذا بالشوش يسمونه شيء. بعد دقه يسموها درب درب الكاركتر، درب الكاركتر يعني شارات الكاركتر يوم تمشي على الارض تسوي لها طبعه، هاك شيء بعد قرضه يسمونها درب الكاركتر. يعني مسميات كثيره يسمونها الاول الحريم، وهي اشياء كلها حلوه، وهذا كله من الموروث. هذا ذهب حاليتنا، ما في شيء دخيل، ما في شيء ميوب من الخارج. هذا لبسهم، هذا لبسهم، وهذا هندامهم، هذه صيغهم من سوة الدنيا. هذا طالت عماركم بالشوش، وهذا ابو بنكه، وهذا درب الكلكتر يسمونه، وحل ورواعي السعودي يسمونه درب الدركتن، دركتن. وحيد تم عاد يركبون عاده، يحطون عليه مقمش، ويحطون عليه قماش، ويحطون عليه لولو البحرين، يحطون عليه زمرد وياقوت، وايد اهل الصياغ كلها اشياء. هذه كلها جميله، كلها جميله. سالم الشعيبي غسل الافكار الاوليه والتاليه ما شاء الله عليه، ما خلى شيء ما سواه، عدل لكم الدنيا كلها وياب لكم اياها معدله مزينه افكار. ما ادري هو يحلم في الليل يصبح الصبح يصيغ، ما تعرفنا تهادو توادو هذا معروف من سوة الدنيا. تقدم الهدية ما بلازم بعد بمناسبة، بمناسبة بدون مناسبة. أحب أن أرويكم طالت عماركم قسم الألماس. هناك ما برومسي لأن يميع الحريم، لكن ما شاء الله الناس تعرف وفاهمة شو اللي تبقى. هاي الصيغ الكبار، هاي المرتهش والمرتهش والمرتهش، هذا المرتهش، وشي شبيه المرتهش يسمونه الكرسيابر. ويعني وايد الصياغ، انا ما بروم الحين ارد اصور لكم صياغ. واللي مشتغل سالم الشعيبي شغله في 40 سنه او 50 سنه انا بصوره بيوم واحد، ما اروم، لا انا اروم ولا شركه سناب شات بتسمح لي اني اضغط السيرفر مالهم كله مجوهرات والماسات ودنيا. طب هل بالسناب شات روحهم بيواجعوني، وخاف من الله فينا، ارحمنا على هالأشياء اللي ياس تروي لنا إياها. حتى التيجان أنواع بروشات، شوف ما في شيء في الدنيا العود إلا وياي بلكم إياه سالم الشعيب. سالم الشعيب يدوير من استوى الدنيا، فلذلك ياب أجمل وأرقى الماركات العالمية اللي هي أرزانو. وهذا الرجال بيخبرنا شو جديدك في أرزانو. إذا في شيء على روز جولد، في ذهب أبيض، هذا ذهب أبيض، هم من الأشياء الجديدة ولا؟ الله أظهر هذا كبرة يا سلام يا ربي. هل بيظهرون أبوي في المكسار بيضربهن العشو اللي بيطالعنا، بيضربهن العشو. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا عشي كلهن سوى أرزانو، كلهن. هاي روح الروز جولد، هاي بالأحجار يعشن، حرام ينهن يعشن. أما العقد عادة هذا طالت عماركم، هاي يسمونه موجف الماشي. هذه اللبسة يوجف الماشي. شوف الله عليكم، ما شاء الله تبارك الرحمن. نعيب جايين لك لبيب، ما بيايين لك ميفيث ويرح الصدر، لا انطاح يطيح طيحة واحدة. ما شاء الله تبارك الرحمن. أرزان وطارت عماركم جايبين تشكيلة طويلة عريضة، طويلة عريضة. تعال شو اسمك؟ أقولك يبلي هذا العقد اللي فوق. يا ربي علي فوق الحق ييبه. طلبة زار. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أشهد أنك رب عظيم. سبحانك يا رب معظم شانك، سبحانك معظم شانك، لا إله إلا الله.
حتى تخاديت والله ما عرفت شو اسوي، والله اني زيق العقل في ذمتكم الحين تلومون اللوادم تلومونها. لا مال اللي بيي بيشوف هذا بيظهر بلية ما يروم. شوفوا والله عليكم، شوفوا الأبهة، شوفوا العظمة، ما شاء الله تبارك الرحمن. كم بربيكم وكم بصور وكم برمس وكم بقول وكم بحكي. يا ربي شو السليترات، انت شو الأحجام هذه كلها طالت أماركم أرزانو. ما شاء الله كلها هذه سيليترات طالت أعمالكم، ما بقى الماس ميمع محطوط مكان واحد، لا هاي كل قطعة بقطعتها، شوف الجمال ما شاء الله تبارك الرحمن. أما هذا عادة، هذا روحه أسطورة، هذا لا ما بمال يومي، هذا مال أبوي الزيبة ساير أبوي مسيره، هذا سمعتوبة اللي يقولون خذني معك يا مسير، هذا هو خذني معك يا مسير، جدني معك يا مسير جدوى عربي وسط قياية. هذه كلنا طالت أعماركم متعودين نشوف الحريم والبنيات في البيوت كلهن يستعملن المراري المري العادية، شيء بلية شناف، واللي أكثر الناس الاستعمالات اليومي اللي هن بلية شناف، بلية طبلة، بلية شناف، بلية تبع لها يكون مرية عادية. لكن طارت أعماركم سالم الشعيبي مسوي هالمرة مراري من ألماس، وأسعارهم في متناول الجميع. تخيلوا هالمرية الطويلة العريضة ذراع طولها كلها ألماس، شج مسجوجة مع أشغابها وخاتمها 61,000 مرية جميلة. وهذه بعد مرية ثانية بعد الاستعمال اليومي ب40، وهذه بعد مرية ثالثة بعد جميلة للغاية إلى أبعد حدود، بعد ألماس وأحجار 33 مع أشغابها، وهذه بعد طالت أعماركم 33 بعد مع أشغابها وخاتمها، وهذه كذا الأمثال بعد جميلة لون الأحجار روز، وهذه بعد مرية بعد من غير، لكن شوي هاي أغلى لأن فيها سوليترات شوي كبيرة، فأكيد أنها بتكون أغلى. أما هذه فطالة أعماركم جميلة إلى أبعد الحدود لأنها كلها قماش، أنا أحب الصيغة اللي فيها القماش، يكون قماش لولو مع ألماس شيء جميل في منتهى الروعة، وهي جميلة وفخمة بعد هاي الاستعمال اليومي ما بالمناسبات تسي ولا شرق ولا غرب. هذه دقة رزج 17,000 جميلة وفنانة لولو، وهذه 35,000 جميلة وفنانة وأنيقة ملونة، وهي 17 وهذه 63، هاي 63 ألماس سوايد لأنها فيها تحت بعد شرف الطبلة مطير كركوشة معلوم تهادوا تحابوا. لكن يوم بتقدم هدية قدم شيء يرزق ويستاهل على حسب مقدار الإنسان اللي أنت مبدلها الهدية، أم حرمة أم عيال صابروا عليك هالسنين كلها ما تأخذ لها شيء ما له جيمة، خذها شيء مثمن فنان، بالأخص إذا أنت الله مرهي عليك ورهى عليك بخير كثير، لا تأخذ الشيء البسيط، خل الشيء البسيط للإنسان اللي دخله بسيط. لكن أنت يوم عندك مال المؤمنين والمؤمنات خذ الهبوي شيء يسوى. شو هذا الله عليك مازين، شوفوا انتوا الاشقاب، هذا اربع قراض، هذا روح اربع قراض، توتال كامل 15 قراض. هذا يوم اقول لكم هذا العدد منو ياخذه؟ قلنا نحن سالم الشعيبي كل حد يروم ياخذ من عنده، المقتدر واللي غير مقتدر، اللي عنده يهد عليه البيب واللي تهد عليه الشركات البسيطه. فلذلك طالت اعماركم هذا قيمته 3,000,000 وكم 300 بعد الخصم مليون و200 هذا اللي تشوفون، لكن شيء لا صار قبله ولا بيصير بعد حتى في الدنيا العود، جميل أنيق إلى أبعد الحدود، هذا أرزانه. جوهرات سالم الشعيبي أنا يوم أي سيدة سي المحل العود، لكن هذا المدخل الرئيسي، من تدخل المدخل الرئيسي وايد انت قدامك سالم الشعيبي،
للمجوهرات لك كان الثاني العود هذاك اللي منك نحن ودروا هذاك دخلون تو هذا 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 المعرض اصغر عن هذاك لكن هذا فيه الاشياء النفيسه والثمينه والاشياء اللي فيري هاي كلاس اللي هو في متناول الجميع. هاي حين تشوفون عقود كبار لكن العقود هاي الكبار جميلات وايد فنانات واني قات بتناول الجميع. بتعرفون ليش انا قلت لكم بتناول الجميع؟ تعال شو اسمك؟ الو يب هذا اعطني هذا هذا ايوه كم سعرها كامل؟ تقريبي التقريبي تقريبا هذا وزن هذا في بارا وزن في بارا يعني التقريبي أي تقريبا 29 ألف هذا 29 ألف هذا ذهب أيوة ذهب أبيض وهاللي عليه فصوص عليهم ضمان ذهب أبيض لكن اللي عليه لذلك أنا أقول ما بلازم أنك أنت حينه ما بمقتدرة وتأخذين شيء بهبهوه لا أخذي هذا أبوي ذهب أبيض وعليه أحجار مضمونات والدم وأبوه مستحيل يقدر يعرف أن هذا حقيقي ولا غير حقيقي بقيت الحقيقي هناك وهذا موجود بفصوصة والدنيا وكل ذهب ترى ترى انت بمجوهرات انت ما في محل مال بروي لا ولا محل مال عوق هذا كله كلها محلات مجوهرات كلها الاشياء اللي عندهم ذهب لكن يختلف الاحجار من موقع الى اخر ومن معرض الى ثاني فلذلك وجدت هالمحلات هذا يسمونه مصدر القوه مصدر القوه عند قوم سالم الشعيبي طارت اعماركم انهم مصدر القوه يوم انك انت تقدر تبيع بنفس الشكل لكن بنقطة من محيط من الثمن والسب شو إرضاء جميع شرائح المجتمع ترضيهم كيف تسوي لهم اللي هم يبونه ما أنت ما بدك حط الفصوص على قليت ذهب ترى ذهب أبيض وذهب حمر على هواك لكن أنت بدأ ما ترتب الذهب على الذهب الأبيض ولا الذهب الحمر الماس رتب لهم فصوص يكون مضمونه ما تعول لا يخربها لا عطر ولا غير عطر فلذلك ابوي منو بيدريب ناس وهذا وهي ترى اكسسوارات جميله لكنها على على دب ابيض شيء منهن المراري وشيء منهن طارت عماركم العقود اما الاشياء المتبقيه هاي اللي تشوفونها كلها ابوي ذهب والماسات ومراري مهات شناف ومراري غير واشكال وانواع متعددة وكثيرة ما يحصاها لا إنس ولا جان من كثرها الأشياء فنانة ولا توجد إلا عندهم اللي في المدخل صورنا لكم إياه والمحل معرض الرئيسي بعد صورنا لكم إياه ملتيف ليتيف أما عاد هذا أنت اللي ما تدروا بصورت أكثر عن مرة هذا محل خاص للأطفال مجوهرات سالم الشعيبي هذا خاص للأطفال للبنيات الصغار في عندهم كل شيء يختص في اليهال موجود أحبابنا فلذات أكبادنا ها كلهم مرتعشات مريريات طبلات ثتميات ها كلهم مال بنيات صغار ثم هزيها بنية 7 سنين 12 سنة 13 15 14 ها كلها الأشياء لها مرتعشاتنا كلها خاصة بالبنيات معرض ترى ما بلا سكشن معرض كامل سالم الشعيب مسوي معرض كامل هذه مفارج مال الروس كلهم كل شيء يخطر في بالكم كله للبنيات الصغار تعال عد وغلط طب وتخيل تيبين بنياتك تختارين لهم للعيد حين جاي تختارين هذا تقوم من هيلها كل طقم خير عن ثاني هذا خاص للأطفال والسعر بعد يشمل اللي عند سالم الشعيبي في المحل الرئيسي موجود لجميع المحلات اللي موجودة في تنتية دولة الإمارات من بضبي ليل فجيرة محل جميل ومشاهد طالة عماركم سالم الشعيبي الرئيسي هذا الباب وهذا المحراب المرأة طالة عماركم سالم الشعيبي مسوين أبو جوائز سحوبات هذا حسابهم مال الانستغرام تعرفون حسابهم مال السناب ومسوين جوائز ذهب هم بيعون ذهب بيعون ذهب لبيع ذهب شو بتكون جوائزه اكيد ذهب من عقب ما تفطرون وتعينون من الله خير هذا طالت اعماركم معرض وعد من 20 لين 23 من عقب الفطور
كل يوم كل يوم اليوم بيومه من 20 لـ 23 21 22 23 من تفطرون متوا يديكم ها غسلوها هناك المغاسل ايه مغاسل هذين بعد غير نمونه صابونهم من هاللي يوم تدق ينزل ويا شرات التراب هو تصفيه هو تصنفير وهو تنظيف مره واحده مرتين هناك في معرض في عتمرينه الواجهه البحريه الحاضر منكم يعلم الغاية من 20 لين متى لين 23 معارض وعد اللي استوت طول هالسنين اللي اختفت كلها انا ايها ما اخبركم عنها ما في الحاضر مدح شفتوا وبتشون شو السبب هي اللي ترتب وهي اللي تعد وهي اللي تشرف على البوثات وترتيب الورود وترتيب الاستقبال وتسوي الامور كلها طول الوقت طول الوقت قبل الحشر بعشر وهي تتعب تعب ما لها اول ما لها اخر فجزاها الله خير على ترتيبات الجميل معارض وعد كم انا قمت بتغطيه وكل واحد اخر معرض من معارض وعد له عنوان والمرة هاي مسمت النزوارة وكلمة زوارة ما اخذتها من رمسة الكويت لأن زوارة ما بلنا نحن زوارة رمضان كلمة زوارة زوارة رمضان نحن ما بلنا لكن هي ابتنها من كثر لكن هذا هم مسميات خليجية نحن نسمي بساميهم ويسمون بسامينا خليجنا واحد ودربنا واحد والله يرزقنا ويرزق أمة محمد أجمعين معرض اسمه زوارة رمضان وإن شاء الله أنا بكون موجود بغطي كم روم من البوثات اليوم الأول اليوم اللي بيكون أنا موجود فيه يوم العائلي اليوم العائلي هذا ما بيوم نسائي فقط لا يوم العائلي فإن شاء الله أنا بكون موجود بغطي كم روم من البوثات بسوي لي الله كان مقدرني عليه اللي مشاركين في المعارض طالت أعماركم في كل المعارض هاي كلهم شبابنا شبابنا وبناتنا من شباب وبنات هاي كلهم متكسرين ومتيرين متعبلين عبالة إلها أول وما لها آخر من كثر ما هم مجتهدين يبون الرزق والنصيب يبون منتجهم هذا اللي تعبوا عليه واجتهدوا يبون العالم كلها تدريب وكلها تعرف عنه كيف بتعرف عنه بدون وجودي أنا وأمثالي نحن نزير داعمين للشباب من أكبر واحد لين أصغر واحد اللي عنده مش اللي عنده مؤسسات اللي عنده شركات اللي عنده مصنع اللي عنده مجهود ومشروع منزلي اللي عنده رخص خاصة واللي عنده رخص منزلية هذا كل نحن نقوم بدعمه أنا أولهم خالد أحمد عبد الله الخالدي والباقي من إخواني وزملائي وزميلاتي وبناتي وعيالي من السوشيال ميديا في التواصل الاجتماعي قوم مجتهدين وني ويتعنون حتى من خارج الدولة من خارج الدولة يتعنون لدعم هذا الشباب كيف أنا ما أدعم جماعتي وعيالي وشبابنا وبناتنا هاي غنيت للناس كيف أنا العيني أنا أركض للواد محافي ومنعل كيف أنا بناتي وعيالي وهلداري أنا بتيوى ودعمري عنهم أنا ما بقصر ريولي لا والله من تجيني الدعوة بلبيها حافي ومنعل يوم ما أروم على ريلي بمشي على يدي لخدمة مجتمعي وبناتي وعيالي وشبابنا وبناتنا هاي كلهم يبون الدعم أول من الله سبحانه وتعالى ومن ثم مننا نحن ليش لا يوم أنا أروم لا والله بسير وبدعم وبحضر وبغطي وبسوي اللي الله كاتبنا واللي الله مقدرني عليه وفوق عن طاقتي بعد بناتنا وشبابنا أصحاب المنتجات وكلهم موجودين في المعارض نحن كسوشيال ميديا وربعنا وغيرنا وصدقاننا وحال التواصل الاجتماعي كلهم بعد موجودين وبقوة كداعمين باجي انتو حضوركم هو الدعم للفئة هذه من الشباب والبنات وجودكم انتو حضوركم في التواريخ اللي نخبركم عنها هذا من اهم شيء الاشياء الداعمة سيدة الاعمال وعد ما شاء الله عليها موجودة من تصبح لين تمسي واجفة على مصالحها واجفة على مراقبة سير العمل وخط العمل اللي موجود على أرض الواقع ما أجلت على زيد وعلى عبيد أتي هي ويين خالاتها ويين بنات عمها ويين كلها أسرة كاملة ما شاء الله عليهم متعاونات على الشيء الجميل والفنان لذلك العمل الجماعي الأسرة الجماعية يوم تشتغل يغدي الناتج جميل يغدي اللي تشوفونه النتيجة زينة وفنانة فوعدكم انتظاركم.
عبد الله انا لا لي شغله اصير دبي اليوم وعايزان ومسوي اعلان مرهق وناش من الصبح الله خير ورقت لي حين نص ساعه قبل اذان العصر وصديق عمر وحين قابل دربين دبي هذا حق شو ساير داعم داعم لم عبد الله دعم من خاطري من خاطري عندها تجاره وعندها بيع ومشترى وترى رزق من الله ورا باسل سايره مكه قلت لها اول يوم بتخصصي لي يوم بخصوص يوم تكرسي لي 50% من الدعاء هذا حقي انا من اول ما تدخلي الحرم تبتدي ما تجل تدعينا عمرك شويونه والباقي انا وخلاف عيالك وصدقانك وبالدمين قالت كله ولا هالنمونه قالت تسوي لي دعم مرحبا بك لكن بدعي لك لكن ما بكثر عيالي قلت لي هو عاده علق كثر اخوانك قالت كثر اخواني ما علي المهم سيارتي الحين انا بعد دبي الحين في هالوقت وقت الصيام ساير داعم داعم لام عبد الله عندها مشروعها المنزلي كتاجره وسيده اعمال ساير لها داعم للبياعه اللي هي عندها تجيب المزارع وتجيب الخلبص تجيب الامور كلها وترى اسير اصور لها بدون مقابل مخاطري صفطان من الخاطر مش غلط مش غلط انا ساعدك وتساعدني تعطيني اعطيك الناس للناس والكل بالله هذا عايض وهذا صلاح وهذا منهل هذا صلاح وعايض واسد وعنايه ومنهل كليات يرسي كيف الحال؟ الحمد لله بخير كيف الحال؟ طيب مرحبا الله يسلمك الحمد لله على السلامة الله يسلمك شفت أخ صلاح؟ أخ صلاح بن أحمد إيه نعم شفنا هذا أخ صلاح تو قاس السكر والحمد لله أبشركم أن السكر زين صلاح الحين ما يشرب أي شيء فيه سكر ما يستعمله وأي شيء فيه أي شيء فيه أي شيء أي شيء فيه سكريات صلاح ما يداني لا يحب الكريم كراميل ولا يحب الرهش ولا يحب أي شيء فيه حلاوة ما يداني أنا قلت ما تحب الحلاوة ما تحب الحلاوة قلت ما أنت حين تأكل أنت قال ما تحب التصوير وقت الأكل مجنون بعد هذا مينوت؟ لا يا خلي أسوأ بيسوأ متى؟ بتجلس الحين شوية بتسلم على أبو عبد الله وبتتدخن بس وين تبي تسير الحين؟ عند قم مريم؟ ماشي مشكلة اللي تشوفه نحن دايين عندنا إعلان خلص إعلان سامان مع عبد الله يا أنا بصور تشي خصك انت بقى تسير برايك انت ما يخصك بينا نحن جايين في شغل انت بلاكن برطم سمعي يا خديه كل زعلان زي شغلي انا ما بشغلك انت الارباب منو ارباب انت ولا اسد جاوبني اسمعني الو الو قول لا اله الا الله قول لا اله الا الله منو الارباب انت ولا اسد انت دام انت الارباب الشور عندك انت ايش قال في الليل انت حين بتسيبه تقوم مريم ولا بتسير بي سعيد الكوفي لا لا مية وين انت اول شيء بتسيبه تقوم مريم وخلاف الخبر عندك انت انت الارباب ما عاد انا احب اخبر اسد ودي اول بيت تقوم مريم تسلم عليهم عقب السير ويا سعيد الكوفي زين شو بتاخذون لي لا ما ليش ما تصير تفطر عند عبد الله تازم عاد كل دقيقه يا بن شيء كل دقيقه يا بن شيء لين ينفزر بطنك شو بالله عليك من هذا هذا فالودة نحن طالت عماركم لا عبد الله ولا ابوه نحن ما نضحي لا عبد الله ولا ابوه نظرا لوظائفهم واشغالهم ما يبون حد يصورهم فلذلك نحن نقول لا نروم نصور هذا ولا نروم نصور هذا ما بيدينا حيلة حاكمك حاكم من بتحاكم يا صدر هناك في المنظرة اللي هناك في خاطري يمكن يدعكس شكله لكن ما طاع ترى يودع عنا الستارة رامي كم قبل شوية 130 الحين 145 لكلت محلبية والله يا عبد الله هذا كله في ذمتك رب العالمين بينتقم منك
خالد ما حطت لها المغريات كلها. شوفها ما فيها سكر. يا الكذب. والله ما فيها. والله خفيفه والله. ما يخص. بيصلي. انا ما يخصني. بتاكل كل ما بتاكل. انا لا تحط. انا ما بمسؤول. تبي يرتفع السكر مليون يستوي عندك. هذا حرامي بعد. الحين انت جاي حق بيت مريم ولا جاي حق بيت ام عبد الله؟ هي اللي سحين انت؟ بالله اتصل حق خديجه. اتصل عطني خلى سبيكر. الو وين انت بالنسبه لي؟ اتصلت اعطي تليفون. ما بيطيح. حيطيح بلاد ولا هو ما بيطيح. همالاتي فنايلي مايا مور جلاس فور ذا تي باتي بتغسلون حقك. اتصل حق خديجة تعطني تليفون. برمس خديجة ما بتسكت الا خديجة. شنتي جمعات الغالي مبروك عليك الشهر. بس ليش؟ خلنا رمس بس قال بس ترمزونه. جمعات الغالية متى بتونا؟ كله ما خلاه ما تخليه. أنا درم تخل ندس أنا درم تخل. ما بيخليني أرمس خد يوم ما خلص شيء بيصير. بيصير أو اللي عدقون مريم. يعني يجلس لو يصير. فين؟ سمعت؟ سمعت شو قالت خديجة؟ أكون بلم. يا ربي لو شفت السلاطة هني يا ربي. ما كل شيء صراحة ترى ما كل شيء أبدا. سعيد اللي كل. الحبيبي وسكرة زين. شو نعم تفضل. ها؟ صوم. منو صوم؟ الدكتور قالك تعال صايم؟ لا خذ حق التحليل. البحث صليت تراويح انت؟ خلاص ما بسأل. زين الدكتور الحين شو قال لك؟ زين بتروح للصايم؟ ان شاء الله ما شيء مشكلة. ها يو هاف لايك ذس بيج؟ يو هاف سمول صح؟ اي قلت لها انا عندكم بويها مال طلاليب لها الكبير هاي بهالشيوخيات بويه ما يدور عن في بيت كل حد هالشيوخيات ما يحصل في بيت كل حد. انت شو تبه انت؟ لا فلسطين فلاح. لا انت الحين بتجلس عندنا بتقهوى من عقب ما يذن بتصير ويا سعيد رباط مدينه لوتا. انت هناك بيصلي بمدينه لوتا كلها مسايد. اكثر منطقه فيها مسايد مدينه لوتا. 95% منهم مطاوعه. انا ما خصي. انت من تشوف الحين بين عيالك شرطه يسخونك الشرطه يودونك انت وعايض بوليس غازل حرمات خاطفه هذه المضيفه كلمها وقالها ما ادري شو اعطيك كوفي مرتين يا بت لي الكوفي حباب ما تجيه وترد تلقطها تشربها حار استعيبت صراحه ترى هالحس الحراره والبروده ما يعرف لمسكين ولا يطلع من المالح من الحلو ابدا. الحرمة هي اللي عجبت فيا. الحرمة من شافك ترى ما بخير. الحرمة مستصيبة بديلك. لا والله. ما اهتديت شوها. بتسافر مرة ثانية ولا ربان كوك في العيد. لا بقول قاعد حريم. اي حريم؟ هذا طيارة. طيارة مريايير في الطيارة. هذا لازم يسوي لك النمونة. ما بعيب ولا بحرام. شوف نطق ايه مطوعه ابو عبد الله هذه تنطق بالحصى
تنطق الحراء وحليلك انت ايات الله عظيمه سيرات زنجبار وما ادراك ما حلا والله تبا ما تبا من دوه زي تبا نطق نطق من دار عندنا يا الحشيم حرام تسوون صح هي تسوي اوكي رام 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 بانيا رام رام والله هذا بخبل بصلاح غيرك والله هاي خبل ببلاد من اخباركم يا ابو سعدون عليه وعلي شو بلاك الحين انت شو بلاك يا مان مشكله ما قالت ماشي مشكله انت شو اللي تبغي الحين انت لا بالساس الحين حريم ولا لا لا انت خبرت انا ما قلت ما خبرته قلت صلاح يزعل يوم ان مضيفات حريم يبا مضيفين ريايين صح صح انت تكذب يوم يقولك ما بخلت ذي الحرمة تبي كوفي نسيت وين في الطيارة انت انا ما يخصني هذا الله اكبر هذا اثنين هذا هو محمد عثمان اي اثنين ادري اثنين بسم الله عليك انت ما فيك هذا هذا العوق هذا ها بلاد هاي ها العوق هناك بيموت بيصير بانكو ما يروح ثاني خلاص هذا بصير برايف العيد قلب نسير لا انت كذاب انا ما اكذب ما شفت لا اسكت عني تفضل اللي خطايا هذا هي هي قليل نسير هناك يسوون لك راسك سكراب يشحلونك يحطون مكياج مكياج تبعه ميك اب حمره مال حريم لا بيون حبان زين رب الكاميرا رب الله عليك على العايض شوف ما شاء الله نور الليمان الحمد لله اي والله الحمد لله صباح على وجهه الحمد لله اي والله واضح عليك الحمد لله ما شاء الله عليك اي والله وايد عاد غادي متدين ها وايد الحمد لله اي والله من كثر الطوع ظهر حتى من عيونك الحمد لله بدي جاي بنقمني اقوى لا والله ما بنقمه وجهه مبيض ما جبيل بنت احمد والله اختي ولا بس اختك انت هاي سلام عليك بدريه انا ابويا مرحبا ابويا ام محمد سلام عليكم خلي بسمع حبه سايلنت حبه سايلنت سلام عليكم بنت احمد صباح الخير مساء الخير مرحبا ابوي مرحبا ما يطيعي خليني ارمسك انت اعطيت تليفون ابويا زين اتبك كله ادب سلام عليك بنت احمد مرحبا ابوي هلا قلت مرنك حبيبتي هذا حين صلاح مسوي شعوذه يبي يصير زنجبار يسوي طبوب عند المطوع اللي تعامل مع عبد الله شو ابينون مينون انا مينون لا انا فر الفنيال في ثبانها قدامة أقول زول أبا زول أبا أبا زول حرمان أتوى حرمان قيادة أبا قدامة شو هذا لا شفتي خبدرية باع وباع باع وباع حوال حوال هو فضحنا عند الوادم لا 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 بني بني يا بني بني يس بابا بني بديش 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 فضحنا عند العرب بر 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 اشكي يا ابو اشكي والله يا بدري يا ابو 40 مدخن ولا تنهن ولا عولا بتراني المهم منو عندكم لا نحن اول ان شاء الله ما بدي كل شخص ثلاثه هذا بابا ناس ما اسمع ما بيني وكاد
زي قلت لها شكرا؟ شيء بخشيش؟ ما شيء بخشيش؟ صريح سلمت على علم عبد الله ما كان سيد كلام يا سلم على عبد الله يلا حبيبي صلح قول اسف بليز يعني عندك كلمه اسف يارك الله صلاح مع السلامه يا صلاح باي باي حبيبي المهم ام عبد الله هذا مطبخ الموضي يا سلام مطبخ الموضي ام عبد الله مطبخ اسره سوريه هي وخواتها وبنات عمها المهم يشتغلون من 3 أو 4 سنين انا كنت اسير لهم كمشرف عليهم من بعيد حاليا انا اخذت المطبخ كامل عنهم كامل ويبنى شيف سوريه مخصوص للعيد تسوي معمول العيد هذا ام عبد الله هذا معمول ما يباد ناس الدورة هذا ما بأي معمول هذا مع عبد الله بالنعت بالنعت الحرمة اللي تخدمه طريقة غريبة لذيذة أصلا من الشكل غاوي انت طعمتي ألد عنا ليش اللي تبين هاي شيء بالتمر مع عبد الله شيء بالمكسرات مذهل ما بترى كل المعمول ما بمعمول كل شيء وترك عن الثاني. مستاهل محمد عجيب. إيه والله عجيب إنه عجيب. كم يعني هالسنية؟ لا نحب كم نحو على حسب بالكيلو. الوزن. إيه. على حسب الوزن شو يبون وحين مناسبة عيد وايد زين مع عبد الله ولذيذ فوق ما تخيلين. لذيذ صدق. إيه والله هذا بالمكسرات وهذا بالسح مع عبد الله. إيه. كمية كمية التمر اللي فيه مع عبد الله. كمية التمر اللي فيه. يا ربي. تعمي الله. هذا عندي اول لا هذا غير صدقني يستاهل طب عبد الله هذا مشروعي انا الخاص اشوف الدواري من ارقى ما يكون هذا الخلطات كلهن انا اشرفت عليهم خلطه ساده والنوع الثاني بالتمر والنوع الثالث مع عبد الله بالمكسرات وكل حبة في حبته ما تلقطين وحدة مثلومة ولا وحدة مكسورة ولا وحدة معقوصة ولا وحدة جاية تنشعوية ولا عليهم كل وحدة أخير عن الثانية يمل إيه يمل وفنان ولكل الزمان لا غاوي مفيد مفيد وفنان وريحته خنينة مع عبد الله حاطي الزهر روح خدمة بيت يعني ما بخدمة بياعية لا خدمة خصوصية مع عبد الله استاهل فلذاك تبنيت أنا المكان هذا وحينه خدته كامل مشروع كامل مال المطبخ الموضي وروحي انا اشرف عليهم ويعني وخلطاتهم وسامانهم لا لا يستاهلون يستاهلون دعايه والله زين يوم شغلهم ترتيب شيء ما شاء الله من الاخر انا اعلنت من قبل وخبرتكم في الانستغرام هم شو موجود عندهم الاكل السوري كله موجود عندهم بالنسبه للمعمول الثلاث الانواع هذا اللي حين فقط متوفر الحجز لين قبل العيد بعشرة ايام نبتدي التوصيل لكن حاليا فقط الحجز حين ما نروم نسوي فقط ناخذ حجوزات قبل العيد بعشرة ايام نبتدي التوصيل المعمول عباره عن ثلاث انواع نوع ساده نوع بالمكسرات ونوع بالتمر على ما تشوفون تحرونها صياغه صايغ قماش افصوص تركبهن على التاج ها ها, ها. هذا اول اوردر هذا سيده ها. اليوم عندي ضيوف انا يطعمون بعد في العافيه ان شاء الله مشكورين بنحط لكم الحساب ودخلوا وطمشوا عندكم المنيو كامل وعندكم هذا حق طلبات هذا سبيشل يا ويله ويا ظلام ليله من عملائي وربعي ومتابعين اللي ما بيطلب منه فنان فوق عن الفنان ها لازم تضربون ضرابه رب الله تجيب والله بدل ما ياخذون من المخابز وهذا الله يفوت المخابز الله يرزقهم لكن هذا الشغل لنا احنا خصوصي شغل عبد الله حرمه جاي مخصوص والله شوف من سوريا ميوبه لا بس المكونات يعني شيء مركب كله اليوز هذا كله جود جود والله لا الريحه شال المكان ابو محمد ان شاء الله البركه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور في أي يوم من رمضان نحن اليوم عبد الله العاشر
سادس؟ لا ثامن. ضابط ثامن؟ والله؟ ايه ثامن ولا جبت ضابط ثامن. احنا انقسم له. انتوا صايبين قبلنا بيوم. احنا صبنا له ثمين. كلنا من حد كلنا مغفين. صح ليله ثامن عندكم. ضاوي ثامن. واللحم ضاوي ثامن. شو ضاوي اثنين بس الا اثنين؟ ضاوي ثامن. والله؟ وقف رمضان. خلص. دعا الله يا رمضان يا بالقرع والبليان، ودعا الله يا رمضان يا بالقرع. لثلاثة وريو. اي والله. هاي بالوداع في رمضان، هل البحرين طالت عماركم. يوم يعدي اخر رمضان اسوي دعايه بخصخصه رمضان. انت غيرانه؟ زين لا المهم طارت عماركم. هاي يسمون للوداع، الوداع في البحرين. شو صورت لكم انا العام دخلوا انتم الوداع هالبحرين في رمضان. يغنون عادي يشيلون شيلات. الوداع ادعوه ادعوه شهر الصيام وادعوه وايد. المهم شيلات الوداعية رمضان. انت من الصيح. يوم نسمع يودعون رمضان الاول في الاذاعه. ايه والبحرين. ايه ايه. ثم نصيح صار يقول يا رمضان ما بيرد. هذا شو ام عبد الله حينه؟ هذا طال عمرك حرير صفوه. ايه. مسويه مثل يعني هاي مطيله بس انه بفولك. ايه. احنا خدمنا عليها الخدمه هاي. ايه. وهي يبالها بطانة عاد ها؟ لا 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 بدون بطانة. بدون بطانة ها؟ بطانة. هاي تحت بطانة. اي تور تور هاي الشيفون يبالها بطانة. شيفون شيفون يبالها بطانة. هاي من البضاعة الجديدة مع عبد الله؟ شلي ماما. شلي. هذا بعد شيفون. شيفون هي. بايب لك السادة منهم. هي. هاي هم عبد الله كله تو طايح ها؟ ها كل جديد تو وصلات. ها كله شيفون. وهالمعمل طالت عمارك معمل ام عبد الله مع شركائها. هذا عندنا احنا في البيت هذا. ايه روحهم يشتغلونه. وهذا من الساده. ها شيء ساده. اللي يبغي قطع فيه. نفس السن لكن بلية خدمه. بلية. اللي يبى ساده واللي يبى خدوم. خدوم. يلا. وحينه. هاي بضاعه جديده. هاي صفوه. هذا كله صفوه. صفوه شوي غليظه هاي مع عبد الله. لا حرير صفوه. لا اللي تحتها هاي حرير صفوه. هذا شو هذا الصفوه صفوه هاي حرير. هاي حرير بعد. هذا حرير كله بيور سلك. كله بيور سلك. وهلا تشوفونها نيره عليه. نيره نيره ذهبي وفيها بتشات ورد فضيه. هاي جميله. هم هم الاجناس الجديده. النيرات الاوليين بس نيره شرت. هذه نيره ذهبيه والارضيه عاد تختلف من قطعه الى اخرى. لكن اول مره اشوف انا نيره وفيها النيره ذهبيه وفيها فيها دقه من داخل رصاصيه. وهذه بعد غير. هاي الصفه الغليظه هاي نيره وهاي شيء بعد شرات. هاي ساعات عندهم دق شغل يبى شويه خلقه واقفه زينه. هي وهذا طلعت. هاي ساعات عندهم دق شغل يبى شويه خلقه واقفه زينه. هي وهذا طلعت عمك الارضيه صفراء والنيره الذهبيه. وهذه ها على ما تشوفون. كلها جناس جميله. وغاب هذا ها حمر حمر يا بدو من شرب اللبن يا البانيان. حمر حمر يا بدو من شرب اللبن يا بانيان. الله الفستقي الله يا البيج يا سلام. الله 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 الله. هذه طلعت هذا اللون الرماني. هاي طلعت عمركم من الجناس بعد الجميله. وهذه بعد نفس الشيء. هاي اللون العنابي. وهذا البطيخ الغامج. وهذا العناوي الفاتح. هي. اما هذا الوردي. الوردي الغامج. شوفوا في روايات هنتين. روايه تقول باللهجه المحليه بولصي باللام، واللهجه بنفس الناس يقولون بوصي. حد يقول بوصي. بوصي هاي اسم طائفه. الحاضر يعلم الغايب. اللون طائفة البوصي هاي طائفة اسمها قوم البوصي. أما اللون اسمه البولصي. اللون هذا اسمه البولصي. والناس المتمدنين يسمونه اللون الفوشي أو اللون الوردي الغامج. لكن هو بالأساس اللون البولصي. وهذا اللون البطيخي. وهذا طالت عماركم اللون بعد غير نمون. هذا غير ما عرفت له. هذا بطيخ يحي شرات اليح. الله ما شاء الله. هذا كلها قلنا لكم اجناس جديده توها طايحه. هذه
ما تشد عرضه. يلا الشغله عليها روعه. هي وعاد اللي يبى خدمه خدمه له، واللي ما يبى خدمه خلوه على على ما يبى. هي كل شيء يخدم عليه. وهذا شو الحين عبد الله مخروزه؟ هذا تور. تور شيء تو تو لا تور تور هي تور, تور وعليه شغل هاي كل هالقط. الله يا الليموني هاي اللي منك بيسويه فستان لو ابوي الماركه الفلانيه بياخذنا بمئات الالاف. اشوف قبضي هاي فوق الله اكبر ما زينك يا الليموني ما شاء الله تبارك الرحمن. من باس العرايس يا من باسها يا من باسها من نثر اللولو على راسها يا ابو له القبقب قالوا البسي قالت لا البسه ولا يهمني ما يا من باس العرايس يا من باسها يا من خطع اللولو على راسها يا ابو له القبقب قالوا البسي قالت ما البسه ولا يهمني ما همني الا زين الشباب في قلم فضه ويكتب شوم عبد الله كتاب اشكر فنك ناجحه من صف الاول الى صف الثاني عاشت مع عبد الله. شوف لك الله هذا عاد لون لون الملوخيه شوف الالوان هلا هاي الالوان ما شفتها بحياتي اسير وي اشرج واغرب هاي زينات حق فساتين ام عبد الله. بغيت ثوب بغيت فستان ان بغيت للثيبان رقم واحد ان بغيت ست فساتين بعد على هواك. عبد الله فنانه فنانه من الله خلق راعي فنانه راعي الذوق ذوق 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 بهواي بحب للشغل ما شاء الله ما شاء الله نرسم بعد رسام شو يا ابوك شو قال لك هي جنباز جنباز تعال ما خبرتكم دق لي طالت عماركم خل رصاصيه وهذه بعد عبد الله تونا نزلنا صوره عبد الرحمن السيد الهاشمي هذا يسلم عليه سلام كثير الله يحفظه يقول لي ابو محمد سلم على عبد الله سلام كثير قولها تسلم على اخوها يوسف ويقول لي انا الاول دريول الباس اللي كان يودي البنات الاول البنات المدرسه ويقول انك كنتي جميل من اجمل ما يكون وكنتي تلعبين جمباز وكنتي شاطره في المدرسه ان شاء الله عليه وهي والله عرفها من بد مليون حرمه تظهر كيف يعني لا انا مشهوره بالجمباز يا جماعه الخير اللي موجود الحين في الصناديق وفي الاستورات كثر هذا المبرزب اكثر بعشر مرات شنط وصناديق كراتيك للمجزرة كلها من أجود أنواع الأجناس وكل اختيارها هي وتوه هذا ماخوذ فلذلك يطلبون بالعشر شنط بالعشرين شنطة ويصيرن وتصير وياهن لتلت وتصير وياهن مع عمر ويتنقون الوادم اللي يبون ويردون الباجي وأكثر الشنط اللي تصير ما يردن عبد الله يلا خلينا نرمس الحين على القطع بس من تخرخيش هذا قرقش 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 حمار تسطوط بس خلاص يلا بس اظهري هاي القطع ما تسطوط يوم تمشي كلها بصناقل وما ادري شو خر يلا هاي شو الحين تصور هذه صفوه صفوه هاي ايه صفوه والخدمه على ما تشوف الصفوه اللون الارضيه لون هذا فوشي والخدمه ذهبي وعليها خضر 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 لا والله ما بالله خضر خضر وتركواز جميع الالوان ما شاء الله جميل اثرها شو يا امي مربعه ما تبين كم عبد الله هالقطع حير طب جيب كم؟ طب جيب 300 يا بلاش هي والله هي والله جيمة طاسه حلوه هي والله يا ابو محمد جيمة طاسه حلوه نعم في هالشغل هي والله هذا كله شوف يقول من الغلايه هي والله لا لا سعر ابو عبد الله لا والله لانها هي رخيصه هي رخيصه هي روحها ترخص ما ترى لا تدفع لا ضرايب ولا اجار محل وتهرب ضريبي وزين وتصير المصانع تقص على هاي لاك لا تدفع وزن في الهند ولا تدفع ضريبه في الامارات طب انت الحين تصور زين شوفوا ها وابعد الالوان البوصي حرير بعد هذه المغربيات روعه يا اي والله عادي بقى خدمه مغربيه طيب وهذه حرير صفوه لا لك انا عبد الله ما فيها كذا لون بس لون واحد ها هاي جميلات وهاي بعد جميله بخبرك كلهن غاويات من تقات يوم عبد الله هالمره عدى على كل مره ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اجناس جميله هذه هاي بكازوه
شوفوا هاي كازوة، هاي كازوة، وهاي غوردة روحها منقير، وشي طبجة بعد عندها كفخة الأرضي، وهاي هاي يسمون القلمي كفخة؟ كفخة الأرضي والله شي تشف العفريت، وهذا وها شبك هذا زو أروح يا مسمي شوف شو ما زينها حرير لو صفوة مع عبد الله صفوة حرير وايد جميلات شو هاي ما زين يا ربي ما زين من اللون الحمر واللون بنفسجي أما عاد الحمر في هذا كله مخروز ترى كله مخروز بعدين هذا كله بيور أنا ما أخذ شيء كثرة الله شوف 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 اللون يا ربي وايد جميلات هاي وايد جميلات الى ابعد الحدود جميع كل لون بجميع درجاته كل لون بجميع درجاته يا ربي مازين مازين الله يتبني الله ما شاء الله تبارك الرحمن الخضراء وهاي بعد وايد جميلات هذه احنا قبلنا ناخذ هذه هاي الحلوات هاي هاي تو هاي شيء جديد ها مثل اورجانزا وايد جميلات ما شاء الله. انت لو تلاحظ عاش جوم فلس وجيب خلي دايخ جقاره لا دوختني عاش ومفلس وجيب خلي دايخ جقاره لا دوختني هو سيحن بالاغاني بالاغاني يا بوت اقرا عليك شوف هاي مثلا دقه غير قطعه ثانيه يعني بتشوف انت القطع تختلف كل احنا هذا بطيره اشكال والوان هي والله ينك على صفوه ينك على حرير بس ما زينها هذه شوف الله عليكم شوفها هاي صفوه هاي صفوه حرير هاي ترك تحيد مثل الشربت هي هي هاي يسمونه شرات الململ ململ ها آه. لكن هاي جاي غير شرات المخروز ها. هاي تنك على صفوه هي والله لا هي صفوه ولا هي قطن شرات القطن السعودي شرات الحرير ما تعرف له ما تعرف له هذا بزار هاي شارة بزار بزار هاي لاكي العرب تنورة والله جمال لو بصخ عنها أم بالله هذا حرير هي هذا ما شاء الله يبنى كل يوم مثل شغلة الكتان هي هي طباعة طباعة يسمونه طالع طعمة جمال شوفها شوفها بستان بغيتها مغربية لكن هاي روحها كلها خدمة مع عبد الله هاي كم الحين القطعة؟ 300 انت صارت تنها زمانها صارت تنها ولا شو لو مسروق يا بوك ما بينباع بهالقيمه وايد الشغل بي لكن السعر وايد موالم يعني سبحان الله ترى هاي يوم نقول لكم ابوي نحن مع عبد الله ليش اتعنا لهم بضبينا لهني لاجل ابوي الدعم هذا عسب الناس تستفيد هذا على وين شوف كل قطعه تختلف هاي يا ابوك حسنه يتبع هذا هاي زايد هاي زاي يا صور ال زين الحين شو هذا؟ هاي بعد كندور هاي جبعت شو عاد شو اسمه؟ هذا كله كله ابو قليم ابو قليم صورت تصورت هذا كله صورنا اي هذا هذا بعد مخروز مخروز صفوه هذا مع عبد الله على كم مايل؟ شيء 250 شيء 300 المهم اقل شيء في 250 والباقي على 300 ناهيك عاد على جناسي اللي مغير الله ما زين هذه ندوت 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 هاي كم لون منها اي والله شيء عصف وشيء على حرير هذه عاد شوفي هذه اللي بتلبسها ينبغى يكون بياضها مشكشك بياضها يعشي هي المغربي تبى وحده بيضة 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 ويها يكون سكت ربيه ما هي ما يبى وحده ويها مكلفخ هي تبى وحده مكلفخ دي ويها مكلفخ لا تبطبط ما يشتري ما تلفلك لا مكلفخ ممنوع ياخذن ما ياخذن هلا جناس كل الغابات الحرمات يلا اليوم ما وعليه الضباب اللي ما بقى وياه الصوماليين تسوي ولا بارد كفخ وكل شيء ما شاء الله الحريم ما شاء الله عليهم ما شيء حد اليوم ابو خالد كل الغاويات الحين نسوي الدعايه ولا ضارب القلب لا تشترون يوم كفخ ويوم صفخ والله راسي دار يوم اضحك هاي مال الاول هاي سوي مال الاول ضرب بره يا سلام ما شاء الله يا الجناس وين صارت الخبله ندوت نبي نظهر الحين هالثيبان اللي وراك وين لتلت هذا حرير حرير لو قطن انت صب ودراني بخ عيزتنا
هذا قاوية، هذا جديد جديد. والله أنا ما شفت، أنا كم حين كم من سنة أصور عندك ما شفت عندك على جناس. الله أكبر، ما زينة هذه. لا تقولون مش غاوي. زي حطي جاي هني فوق، ما رمض الحرمة منك مرة متصور. لا والله ما تصير هنا الله. يا ما وين بس يشاهدين هن سحر يا سايلك يا سي، هني عندنا سوالف وضحك مشاهدها ناكر ونكير هني عندك. زي راي بديت يا الله فاطمة، ليت العرب كلهم مثل ام محمد. هاي شيل كندوره بشيلتها. ها كندوره طالب جمالها، نشوفها. ها مالات مرياليات يا بوت، هاي نوعيه ممتازه. ما ادري بس مرياليات مرياليه. انتبه، هاي ها هي هاي غاوي. هاي كل كندوره بشيلتها. هذا نشوف نوعيه ليبرتي غير عن الاوليات، هي احسن توهن طايحات هاي. شوفوا هنا يا ابوي عبد الله الخير الكثير. ايه هذه ابوي عبد الله، وتقولكم ابوي قربوا قربوا، خليها ترمينا هالواجفات اللي فوقت معاليك. الو لتلت هاي يبا هاي. شو بابا شو هذه؟ ها شو مدير هنا مع عبد الله؟ هذا لم يعني ها قوان مثل قوان. ها جيب الطرف هذا. الو ماما يبي مني. هاي شو مدير الاول القوان. ها شو الاطراف. ايوه اروي العرب ارويهم. الله يا سلام. وساعات نسوي من هني من زم، وساعات نزم من هني وين. والمهم غاويات، المهم جميل. هاي لا خلي تظهر هاي اللي وراك الصفرة. هي 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 يا سلام ما شاء الله. هاي بعد غاوي، هاي تحت ام عبد الله ظنيها بطانه ولا شلح من الاطوال. شوفها طالحة، شوفها القصة الأولية. إيه 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 القون. القون ها. إيه. أشكال. حد أبوي الحين الأول الناس تحط بطانة. الحين أبوي حد يطلع يلبسون سلاح تحت شيء شلح طويلة. القصة غير على القصة الأولية. أشوف يبي هاي لا. الله ما شاء الله يلا. بطلي ثبالة. بس عيستين مع عبد الله بنسير حورانا درب وضبي. جربها متكلم ما شفتن أنا. هاي بياها شيء شيلة. هاي هاي خلي تظهر هاي. هاي عدم ما بغاوي ام عبد الله. شات لي يلعبن لرو. لا يلعبن لرو ها. شيل. إيه. لا والله يوم عندهم عراس حلوه في العراس مال حنا ولا يلبسونه. والله ما بغاوي ما جهزت لي ام عبد الله. والله كان مالات اللي يلعبن لرو. لازم ذوقك انت، الناس مختلفه الاذواق ومختلفه البضايع. والله انت. ها صورناها نحن من يومين، يوم صورناها كذا. والله. وين صورناه من يومين؟ قلتي لي بمدينة البحرين. والله شفتوا باعت غرب الله انت، وكل تصيح بالمالحه وكل تقول ما عندي بيزات، كل ما عندها. الله اكبر. عندي الخير، عندي الصحه، وعندي والله ولا تدفع ضرائب، تهرب ضريبي، والله ولا اجار ولا شيء. شو بقول لكم؟ الحين هذا يسوي دعايه ولا يسبنا ولا الى جلالي بقطع ابو محمد خباي يا زعبات. ايه على 250 لدد ولا 200؟ 250 باردات هاي. لا يبانها بطانه ولا شيء. شو هاي الاستعمال اليومي. يلا لا تظهري الثانيات هاي سماوي. عد اظهري عاد انت ظهر هرب الله تشا. شو هاي خدمه مره لين اخر شيء. ام عبد الله هي على كم بالله عليك؟ 250 كل الالوان، كل الاندوكن واللي تحيد فيها بطن ابوي لا تي بقربهن. كل المقاسات لا لا شيء ثلاث اكسات بعد. والله هل فيها فيها بطن هذا ما يترم تلبسه؟ انا بنت حاتي الا بطن بيحطن مشد. ابوي ما حد يروم يصور هالدنيا كلها. بخاخير واستورات ما شاء الله الدنيا كلها عندها مريوده. ام عبد الله نكتفي نحب هالتصوير اليوم. بس عاد عليك وياياتنك حرمات من اخر الدنيا. مزرتي بطونه من الساقة ومن الميوات ومن الشوربات، اما كريمه الدياي اليوم عبد الله ولا استوت عند اخير مطعم. والله وقسم بالله بحياتي ما اكلت شراتها. خدت لا يم طاستين من غير طاسه الملوخيه. والله يا ام عبد الله اللذ اللي في الكون كلها فيها. وهالحرمه اللي توي جابت لك الساقة اللي بالحلوه بال هي اللي جابت لك الساقة واللي بالدبس وايد لذيذ وفنان وساقة وساقة وهالقطر جايتنها شحنة شحنة باس شحنة تريله وجسمت يميع الساقة على فرجانهم وقالت يوم خلت لك يونية. قلت ابوي
الله يطول عمرك اسوي سوالف وياك. صدي عاد جداي يقول شو شو تقولي حق المتابعين؟ شو تقولي الهم؟ خبلت يا ننبي. لا والله قولي لهم حيشوف شو اللي يبقى اللي يبقى وين 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 حطينا ابو العنوان وحطينا رقم التلت وحطينا رقم الثاني. انزين واللي يبقى البيت يتفضل حياه الله واللي يبقى يطلب يكرم. ايه البيية البيت فقط للعوائل، ممنوع اي ريالي وايد حتى موايد من جدال البيت، بيت عائله اللي يبين بنيات ولا حريم. ام عبد الله موجوده بتقرب بهن، ريال ممنوع يحضر. انا اي معلن انا جاي اعلن فقط، لا اول ولا تالي، لا لي لا ناقه ولا جمل. بحياتها ما مدت حتى 200 ربي وقالت لي ندوك. ايه حتى بحياتها ما قالت لي ندوك يا ابو محمد عن تعف صب بترول تعني بي منها من دار لين ديره. مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور، وصلنا طالت عماركم بيت دبي وعنايه بيصير مع الفلبينية بيصيرون طالت عماركم يجيبون. السلام عليكم. سلام اخي العزيز بصلوح. وهذا ها حياة سعيدة رحمه الله عليه، صورة جميلة. وهذا ابو محمد جاي مرة مطحن طحن. ايها هلو بابا. سلام عليكم. سلام بابا. How are you madam؟ هاي بابا. You happy؟ We are happy. شو المدخن ما شاء الله عليها. ايه اقولكم وين بتصيرون انتوا حينا؟ اجل هنا من فارفور. ايه بس مستقبل ان شاء الله. يلا لا تأخرون، اخذوا شيء ضروري. ايوه ضروري شيء. ايه انت معلوم شيء ضروري بس جيبوكم. يلا يلا بنيس انت قهوه لين هذا طالت عمارتكم جايني سح جايتني ما سيدي بابا صوره يعني كميه بسيطه يعني. المهم حطيت شويون وانا ظاهر ما وحالي اصور ولا اشوفه يا شيء بسيط. هذا دباس دباس دباس، هذا يستاهل من يزاين به. دباس طالت عمارتكم معروف انه يظهر في المنطقة الغربية، لكن دباس وفي العين شوفوا شو ظهر غير ذهب، ذهب سبحان الله، فرادة تلحب على رأسه. فنان 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 إلى أبعد الحدود. دباس وفي العين ها بطاقة مال أنت وديها. بطاقة مال يدي؟ لا. لازم بطاقة مالي أنا ها، خلت تفتح الليتات هاي كلهن ما داني الظلمي زين. بحياتي ما شفت دباس يظهر في العين.